اي حد النهارده يقف معاك ويتكلم عنك بادائك وبلعبك. فاداء الاهلي النهارده عجبني، مش عجبني انا بس، عجب الناس كلها، لانه في الاخر انت النتيجه بقت كام؟ النتيجه 3-0. مباراه قويه جدا، مباراه الاهلي النهارده الخطه اللي اتعملت رايحين نحقق فوز، ومش فوز وخلاص، فوز ونلعب لاخر لحظه ان انت تسجل اهداف لاخر وقت. كان ممكن يبقى 4 و5-0 بالمناسبه. الشناوي كمان بطل، دايما الشناوي كده الحارس الامين، نحب الشناوي، نحب كل اللعيبه بصراحه، ولما الاهلي بيلعب بنبقى كلنا سعداء، لانه في الاخر بنسعد الكره المصريه. ويلعب الزمالك دلوقتي ونسعد الكره المصريه، نسعد جميعا بالاهلي ونسعد بالزمالك ونسعد بكل فرقنا كمان في البطولات، ونشجعهم لانه احنا في الاخر يهمنا الروح الرياضيه. يهمنا ايه؟ روح رياضيه، ده اللي عايزينه. في الاخر فرق بتمثل مصر، اهلي بيلعب باسم مصر، زمالك باسم مصر، بيراميدز باسم مصر، اي فريق بيلعب باسم مصر، فكلهم نشجعهم ونقف معاهم. في الاخر اي بطوله بتيجي لينا، تحسب لينا ان احنا انتصرنا وحققنا النهارده. شوفوا النهارده الاعلام كله بيتكلم ازاي على مباراه الاهلي، وازاي الاهلي ادى هذا الاداء الرائع رغم ارضيه الملعب اللي هي يعني مراكز شباب عندنا في مصر. هنا مركز شباب عندنا في مصر، نادي شطوره في بلدي احسن من الملعب اللي قدامكم. والله نادي شطوره تلعب عليه كده زي ما انت عايز، احسن من النادي اللي قدامكم ده، من الملعب اللي قدامكم ده. بكلمك على نادي في قريه، ما بالنا بنتكلم على بص ارضيه الملعب. ده ربنا ستر النهارده اللعيبه ما اتعورتش كلها. شريف ده وقع، محمد شريف وقع، وقع، مش عايز اقول لكم اتعور لما وقع، وغيره مروان كان هيتعور زيه، كذا واحد، لان هم طبعا مش متعودين على ده. اتدربوا تدريب امبارح عشان ياخدوا بس شويه على الارضيه. ارضيه الملعب سيئه جدا، يعني ما ينفعش تلعب عليها ماتشات، ولا حتى خماسيه، ولا كره خماسي تلعب على الماتش. مش ماتش دولي وماتش بيكون حاسم في 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 المجموعه بتاعتنا. السيمبا 10 نقاط والاهلي الثاني، ادي اهو وقعه صعبه جدا. بصوا رجله اليمين عملت ايه، هي دي كانت الوقعه، وخرج وبعدين رجع وبعدين وقع تاني وبعدين خرجوه وغيروه. ولكن اتمنى دايما ويرجعوا لنا بالسلامه يا رب ان شاء الله. فريقنا، فريق النادي الاهلي، على هذه المباراه والروح والاداء الرجولي والبطولي اللي ادوه النهارده بهذه، والعوده الكبيرة للنادي الأهلي. سيمبا قدامنا اهو 10، الأهلي 7، فيتا 4، المريخ بونت أو نقطة 1. فالأهلي وسيمبا والأهلي هما اللي الأول والتاني. لسه زي ما بقول لحضراتكم الماتشات اللي جاية عشان بياخدوا 2 من كل مجموعة. دعواتنا لنادي الزمالك اللي بيلعب دلوقتي حالا، مباراة تبدأ حالا، الزمالك أمام، بدأت المباراة حالا، يبقى بدأت المباراة. دعواتنا لنادي الزمالك النهارده يحقق فوز كمان، لأنه مهم الزمالك النهارده لازم يفوز إن شاء الله. وأنا بقول على الهواء والله دعواتنا بفوز نادي الزمالك من كل قلبي، والله بحلف بالله فوز النهارده، لأنه مهم فوز نادي الزمالك النهارده عشان يفضل موجود في الصورة كمان، عشان يبقى مشاركة إن شاء الله تكون